يقول أنا عندي طراد وأصيد في البحر وعندي الرخص القانونية لأماكن الصيد، الإشكال من رجال التفتيش البحري كل شوي يمرون عندي وأنا أصطاد السمك لا عندهم احترام ولا يلقون السلام كأنني متهم، ويسألون عندك رخصة وليش وليش وليش، يفعلون هذا معي وصار مرات أريد أن أدعو عليهم. أدعو لهم أدعو لهم بالهداية عسى الله يهديهم. ممكن تكلمهم لا جوك ليش وليش ليش، قلت تفضلوا سكانة شاي بدال قهوة شونكو ساكن يعني، ورهم هذا وتبسم والله المستعان. الناس أجناس يعني، ليس بيدك هذا الأمر، الله يهديهم. وهذه رسالة منا لهم، يعني سلموا على الناس وتبسموا في وجيههم وكذا. بس هم ترى تعذرهم أنه يعني يأتي كثير من الذين يبيعون المخدرات في البحر أو الذين يعني يؤذون الناس أو غير ذلك من الأمور، فمتوترون هم لهذا الأمر يعني، الله أعلم.